حياكم الله مشاهدين، أهلا بكم إلى هذه التغطية الخاصة عبر هو الإخبارية السورية، والتي نناقش فيها التقدم المستمر لوحدات الجيش العربي السوري على أكثر من محور، وخاصة في حلب وحماة. وسياسيا، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يؤكد ضرورة الانتقال بشكل سريع إلى الحل والتسوية السياسية للأزمة في سوريا. كل هذه المحاور نناقشها، ولكن بعد الفاصل. أهلا بكم من جديد. رجال الجيش العربي السوري والقوات الرديفة يواصلون حربهم المفتوحة ضد الإرهاب في مدينة حلب ومحيطها، حيث أعلن مصدر عسكري السيطرة التامة على دوار الجندول الاستراتيجية. ولمناقشة هذه التفاصيل والوقوف عليه، اسمحوا لي أن أذهب مباشرة إلى مدينة حلب، ومعنا عبر الأقمار الصناعية زميلي مراسل الإخبارية السورية أنس رمضان. أنس، حياك الله، ما هي آخر التطورات الميدانية لديك؟ تفضل. نعم، الأبرز من الجبهة الواقعة شمال شرق حلب، وتحديدا دوار الجندول الذي قام الجيش العربي السوري بتأمينه من خلال القضاء على عدد من قناصة المجموعات الإرهابية المسلحة، ليفتح أمام الجيش العربي السوري عدة جبهات عبر بوابة الجندول والعويجة، في مقدمتها هذه المحاور وهذه الجبهات، سوق الجمعة إضافة إلى الحيدرية والإنذارات والهلوكم، من ثم مساكن هنانو. هذه سلسلة من المناطق باتت أمام الجيش، الذي بدأ بتوجيه الكثافة النارية كتمهيد ناري للقوات البرية لتتقدم بطبيعة الحال على هذه المحاور التي تعتبر محاور استراتيجية وتؤدي إلى الأحياء الواقعة شرق مدينة حلب. هذا من جهة. من جهة ثانية، يستمر أيضا الجيش العربي السوري في تقدمه البري جنوب مدينة حلب، وتحديدا على جبهة الشيخ سعيد وأيضا العامرية جنوب مدينة حلب. الجيش بات قريبا من إعلان السيطرة الكاملة على هذه المناطق التي يحكم سيطرته على أجزاء واسعة منها. أما بالنسبة للجبهة الاستراتيجية الأخرى الواقعة شرق مدينة حلب، وهي تحديدا بستان الباشا، والتي تشهد إلى الآن معارك يخوضها الجيش ضد هذه المجموعات الإرهابية. التقدم في بستان الباشا من خلال القوات البرية يشبه كثيرا يعني حرب الشوارع التي يخوضها الجيش من خلال السيطرة على الكتل السكنية كتلة تلو كتلة، وهذا يؤدي إلى السيطرة على باقي الكتل وما تبقى من كتل لإعلان السيطرة الكاملة. يأتي هذا التقدم للجيش على مختلف الجبهات الواقعة في مدينة حلب عبده وفي الريف الحلبي وسط انهيارات لصفوف المجموعات الإرهابية المسلحة، باعتبارها خسرت أهم الخطوط الدفاعية نتيجة التقدم الحاصل من قبل الجيش العربي السوري. على صعيد آخر، اليوم هنالك يعني غضب شعبي من أبناء مدينة حلب المتواجدين داخل المناطق الواقعة شرق المدينة، وشهدت منطقة الصالحين مظاهرة نسائية تطالب هذه المجموعات الإرهابية بالخروج من تلك المناطق وفتح الممرات الآمنة التي يعني فتحتها محافظة حلب والجيش العربي السوري لتؤدي إلى هذه المناطق الآمنة. وهنالك زيادة بطبيعة الحال في هذه الممرات الإنسانية التي أعلنت عنها محافظة حلب، وهي على أهبة الاستعداد المحافظة بالنسبة لتأمين أبناء مدينة حلب القادمين من تلك الأحياء ووضعهم في سكن مؤقت مجهز بكل الاحتياجات الخدمية والإنسانية والمعيشية عبده. نعم أنس، من خلال ما تفضلت به تحدثت عن أن المعابر التي فتحتها محافظة حماة، طبعا نتحدث عن الدولة السورية، هذه المعابر التي تؤمن خروج الأهالي من هذه الأحياء التي تحت سيطرة التنظيمات الإرهابية باتجاه مناطق تم تجهيزها من قبل الدولة السورية، هل بدأ الخروج؟ هل بدأت العملية تقنيا بالدوران؟ هل هناك خروج لبعض الأهالي أو لبعض المسلحين من هذه النقاط؟ نعم، بالنسبة للأهالي نعم تم تسجيل خروج لأكثر من مرة لعائلات، أغلب يعني القادمين من تلك الأحياء هم من النساء والأطفال، لكن عملية خروج هؤلاء المدنيين والأهالي تمت بصعوبة وتم تأمينهم من قبل الجيش العربي السوري، لا سيما في ظل المنع المتكرر من قبل جبهة النصرة الإرهابية التي وجهت رصاصها باتجاه يعني آخر دفعة كانت قد خرجت عبر ممر فتحه الجيش في منطقة الشيخ سعيد. هنالك حتى الآن يعني منع من قبل جبهة النصرة التي لم تمنع فقط، يعني لم
يتوقف الأمر بمنع الأهالي بالتوجه نحو هذه الممرات الإنسانية، بل منعت المدنيين المتواجدين داخل تلك الأحياء من التنقل من حي إلى آخر، وهي خطوة تصعيدية من قبل هذه المجموعات الإرهابية نحو المدنيين المتواجدين هناك. عبدو، نعم. أنا سريعا، بما أننا نتحدث بأن العمليات تدور شرق حلب في بستان الباشا وهناك تقدم ملحوظ لرجال الجيش العربي السوري، وأيضا عندما نتحدث عن سير العمليات العسكرية في جنوب حلب عن محور العامرية وهناك أيضا تقدم لوحداتنا المقاتلة وأيضا هناك السيطرة على دوار الجندول وانتقال باتجاه الأحياء الشرقية، ماذا عن جبهة اليوم مدرسة الحكمة منذ أكثر من يوم ونحن نقول بأنها تعتبر ساقطة عسكريا، هل من تقدم هناك أم لسير العمليات العسكرية وجهة أخرى؟ يعني هنالك أهمية بطبيعة الحال لمدرسة الحكمة، ويمكن وصف يعني استرجاع هذه النقطة والتقدم نحو هذه النقطة تحصيل حاصل بالنسبة للجيش العربي السوري لأكثر من سبب. السبب الأهم بأن الجيش قطع كل طرق إمداد المجموعات الإرهابية المسلحة من الريف الغربي نحو الريف الجنوبي ومن الريف الغربي نحو الأطراف الجنوبية الغربية قبل أن يحكم سيطرته وقبل أن يستعيد السيطرة على يعني المدارس وكتل المدارس والكليات المدفعية وأيضا الفنية. لذا هنالك أولويات للجيش العربي السوري بالنسبة للجبهات، ولا يمكن بطبيعة الحال عبده يعني أن نتكهن إذا ما سيفتح الجيش جبهات أخرى في مدينة حلب. كان قد فتح جبهة في المدينة القديمة وسيطر على حي استراتيجي، حي الفرافرة. هذا يبقى في عهدة الجيش والقادة الميدانيون في غرفة العمليات العسكرية المشتركة هنا في مدينة حلب بطبيعة الحال. مراسلة الإخبارية السورية زميلي أنس رمضان كنت معنا عبر الأقمار الصناعية من مدينة حلب وحدثنا حول آخر التطورات الميدانية، شكرا جزيلا لك. مشاهدينا الأكارم، أيضا العمليات العسكرية في ريف حماه الشمالي حيث دمر الطيران الحربي مقرات وأرتال وآليات لتنظيمات إرهابية في معردس وتل بزام ومحيط معان وفي عطشان وأم حارتين ومورك وسكيك وصوران. ولمتابعة أبرز المستجدات معنا من حماه زميلي مراسل الإخبارية السورية علي شحود. علي حياك الله، آخر التطورات الميدانية لديك زميلي علي؟ نعم زملاء، تحية لكم ولمشاهدين مشاهدي قناة الإخبارية السورية، تحية لرجال الجيش العربي السوري. إذن وحدات الجيش العربي السوري تستعيد السيطرة على حوالي 14 قرية وتلة ومزرعة في ريف حماة الشمالي، أهمها جنينة وجنينة غربية وكذلك الشعسة والطليصية وخفسين وقراح والكبارية ومحطة القطار وعدد كبير من التلال المحيطة بهذه القرى كتلة الراية والحمزة وتل أبيض وتل أسود وكذلك تلة طيبة الاسم. كل هذه التلال استعاد السيطرة عليها الجيش العربي السوري بعملية خاطفة لم تتجاوز 72 ساعة. خلال هذه العملية تم تدمير عدد كبير من آليات المسلحين وكذلك الدبابات والعربات المزودة بالرشاشات الثقيلة، وكذلك تم القضاء على عشرات الإرهابيين المنتمين إلى أبناء الشام وكذلك جيش العزة وعدد من الفصائل الإرهابية المنطوية تحت راية هذه الجماعات الإرهابية المسلحة. بطبيعة الحال هذه المناطق وخصوصا في ريف حماة الشمالي المتاخم لريف إدلب الجنوبي وخصوصا منطقة محارتين وكذلك سكيك وعطشان، يكون الجيش العربي السوري بهذه العملية قد قطع آمال الإرهابيين وقضى عليها بالتقدم باتجاه المناطق المتاخمة لمدينة حماه من الجهة الشمالية الشرقية، حيث أن الجماعات الإرهابية المسلحة استماتت في الأيام القليلة الماضية بالسيطرة على عدد من المناطق والتقدم باتجاه منطقة أكفراء. إذن الجيش العربي السوري يستعيد السيطرة على هذه المناطق. تعتبر هذه العملية المرحلة الأولى لعمليات الجيش العربي السوري، هناك مراحل لاحقة للجيش العربي السوري من أكثر من محور، القيادة العسكرية تقرر أين ستتجه. إذن الجيش العربي السوري يقرر التوقيت الزمان والمكان المناسب للعمليات العسكرية. كذلك خلال هذه العملية تم القضاء على أعداد كبيرة من القيادي الإرهابيين وخصوصا فيما يسمى أبناء الشام وفيلق الشام وخصوصا جيش العزة. أي كذلك سلاح الجوف الجيش العربي السوري قام بضرب عدد كبير من مواقع الإرهابيين وخصوصا في الخطوط الخلفية وكذلك في منطقة جنينة في منطقة جنينة والتلال المحيطة بها. بالسيطرة على هذه التلال يعتبر الجيش العربي السوري قد أنهى المرحلة الأولى وكذلك سيطر على مساحة جغرافية واسعة من ريف حماة الشمالي. إذن هذا ما لدينا في محافظة حماة وريف حماة الشمالي. جدير بالذكر أيضا أن
الجماعات الإرهابية المسلحة ما زالت تقتتل فيما بينها كذلك، وخصوصا ما يسمى جند الأقصى، حيث تم قام بالاعتداء وقام بقتل عدد كبير مما يسمى حركة أحرار الشام، خصوصا في ريف حماة الشمالي وخصوصا ريف حماة ريف إدلب الجنوبي. إذن هذا كل ما لدينا في حماة. عودة إلى استديوهاتنا في دمشق. نعم زميلي مراسل الإخبارية السورية علي شحود، كنت معنا عبر آخر التطورات الميدانية في مدينة حماة، شكرا جزيلا لك والحمد لله على سلامتك. مشاهدينا الأكارم، لمناقشة هذا الملف اسمحوا لي أن أرحب بضيفي الكريم عبر الهاتف من بيروت، سيادة العميد أمين حطيط الخبير العسكري والاستراتيجي. سيادة العميد أسعد الله أوقاتك. السلام عليكم. حياك الله. المعارك مشتعلة حقيقة على عدة جبهات، إن كان في مدينة حلب أو في مدينة حماة. في مدينة حلب أريد أن أبدأ من هذه المعركة كما كنتم تسمونها بأنها مكسر العصا أو أم المعارك اليوم في أكثر من جبهة وأكثر من محور. نتحدث عن شرق حلب، تقدم ملحوظ في بستان الباشا اليوم وبعض السيطرة على حي الفرافرة في محيط قلعة حلب وأيضا في جنوب حلب في حي العامرية، ووصول رجال الجيش العربي السوري والقوات الرديفة إلى دوار الجندول. الأهمية الاستراتيجية لهذه النقاط من ناحية التكتيك العسكري المتبع لرجال الجيش العربي السوري، تفضل. نستطيع أن نقول بكل موضوعية أن الجيش العربي السوري في حلب وصل إلى مرحلة الهجوم الكاسح الذي عبره ينفذ خطته بشكل مبرمج ومدروس وعلمي دون أن يفاجأ بأي ردة فعل غير محسوبة، ودون أن يتوقف عند أي عرقلة يبديها الإرهابيون. وبالتالي في خطته هذه يمسك الجيش العربي السوري الأهداف وفقا لأولويتها الاستراتيجية ولتأثيرها على المعركة المقبلة ولخفض حجم الخسائر في صفوف القوى المهاجمة. وبالتالي النقاط الأساسية والرئيسية التي مسكها الجيش العربي السوري خلال 48 ساعة الماضية وخاصة في آخر 12 ساعة تعتبر خاصة في منطقة الجندول وجنوبا على مشارف حي الشيخ سعيد والعامرية، تعتبر ذات أهمية استراتيجية كبيرة، لأن هذه النقاط تؤكد على أمرين رئيسيين. الأمر الأول حرمان القوى الإرهابية والمجموعات المسلحة في تلك الأحياء من أي فرصة للقيام بعملية تحشيد أو هجوم خارج الأحياء لتعطيل الهجوم المبرمج. ثانيا حرمان القوى المسلحة والإرهابية الموجودة في شرق حلب، حرمانها من القدرة على الصمود، ولذلك نحن نشهد حقيقة حالة من الانهيار المتتالي أو الانهيارات وفقا لنظرية الدومينو، التي لا نجد في مراكز الإرهابيين في تلك المناطق قدرة على الصمود بشكل يؤخر أو يعرقل الخطة. وعلى هذا الأساس نحن نقول أن الخطة العسكرية التي اعتمدت في حلب أثبتت بالغ نجاعتها وجدواها، وأكثر من ذلك يجب أن نسجل أمرا بالغ الأهمية في معركة حلب، أن القائد الميداني في حلب يعمل ونظره في الميدان فقط، ولا يصغي لتهويل ولا عويل ولا لحرب نفسية يقودها هذا الفريق المعادي أو ذاك الفريق الإرهابي. فبالتالي الخطة وضعت وباتت في أيدي القيادة الميدانية التي تعمل وفقا لمقتضيات الميدان ووفقا لأولوياتها الميدانية. وعلى هذا الأساس ينبغي أن نتوقف عند نقطة أساسية قد يطرح البعض بعض التساؤلات حولها، لماذا هذا الإمهال في هذه النقطة أو هذا الاستمهال في تلك النقطة؟ نحن نقول أن القائد الميداني الذي امتلك زمام المبادرة وامتلك السيطرة التامة على الميدان، ولذلك أسميته بالهجوم الكاسح الذي لا يحتمل المفاجآت، بما أن القائد الميداني امتلك تلك الأزمة وتلك السيطرة التامة أصبح هو في راحة من وقته. وعلى هذا الأساس إذا وجد أن شراء
كلفة معينة بتمديد فترة من الوقت، فإن واجباته العسكرية تفرض عليه بتمديد المهلة لخفض الكلفة، وهذا ما يقوم به القائد الميداني في معركة حلب بشكل واضح ومبرمج. ولذلك للذين يستعجلون بعض الإنجازات نقول تمهلوا قليلا، فإن الخطة الميدانية تسير بأفضل ما كان مخطط لها، وأن النتائج التي تتحقق هي أعلى في مستواها مما كان مرتقبا. نعم، أذهب إلى الجبهة الأخرى التي أراد منها المسلحون التنظيمات الإرهابية فتح هذه الجبهة من أجل تخفيف الضغط على التنظيمات الإرهابية والتي تتعرض لضربات قاسية من قبل وحدات الجيش العربي السوري والقوات الرديفة. الخبر العاجل كان عبر شاشة الإخبارية السورية بأن هناك وحدات من قواتنا المسلحة بالتعاون مع القوات الرديفة استعادت السيطرة بشكل كامل على بلدة كوكب بريف حماة الشمالي بعد أن قضت على أعداد كبيرة من التنظيمات الإرهابية ودمرت لهم عربات مدرعة ومزودة برشاشات ثقيلة. أيضا طيران السلاح سلاح الجو اليوم السوري والروسي قاموا بدك مواقع التنظيمات الإرهابية في حماة، في معردس، في تل بزان، في محيط معام، في عطشان، في محارتين، في مورك، في سكيك، في صوران، وتم السيطرة على تلال استراتيجية اليوم. هذا التقدم في جبهة حماة كيف تنظر إليه من ناحية تقهقر اليوم هذه التنظيمات الإرهابية وطلب المعونة من الإرهابيين المتواجدين في إدلب لكي يمدوهم بالسلاح والذخيرة والإرهابيين، وطبعا الطرق إلى حد كبير قطعت على هذه التنظيمات الإرهابية عبر جبل الزاوية. نحن نعلم أن الإرهابيين عندما فتحوا معركة حلب كانوا يبتغون أمرا من أمرين أو الأمرين معا. الأمر الأول الضغط على القوى العسكرية السورية الشرعية وحلفائها من أجل التخفيف عن حلب، والأمر الثاني هو محاولة الحصول على ورقة في الميدان هي حما وريفها حتى يوازنوا بها خسارتهم في حلب. ولهذا السبب فتحوا هم معركة حما بالشكل الذي فتحوه فيه، واستثمروا أو استعملوا في هذه المعركة قدرات عسكرية وقتالية وإرهابية بالغة التحشيد والتسليح. لكن الذي حصل بالنسبة لهم أنهم فوجئوا بأن القيادة العسكرية السورية المدعومة من قبل الحلفاء كانت ترتكب نوعا من جنون يرتكبه المسلحون في حما، وكانت تحضر لمثل هذه المعركة، فاستطاعت هذه القيادة في مرحلة أولى أن تحتوي الهجوم المتعدد الاتجاهات، وهم هاجموا من ثلاثة اتجاهات، فاحتوت القيادة العسكرية السورية الهجوم في مرحلة أولى، وفي مرحلة ثانية ثبتت المواقع، وفي مرحلة ثالثة التي نعيشها اليوم انطلقت القيادة العسكرية في هجوم معاكس، وأيضا يتصف بالهجوم الكاسح الذي تسبب بانهيار كلي للمجموعات الإرهابية التي لم تستطع خلال الأيام الأربعة الماضية أن تصمد في أي نقطة وفي أي بلدة وفي أي محور توجهت إليه القوى العسكرية السورية مع الحلفاء. وبالتالي إن جبهة حما التي كان يعد لها الإرهابيون على أساس أن تكون جائزة ترضية أو معاملا مكافئا أو ورقة موازنة لحلب، فإن هذه الجبهة فاقمت خسائرهم على وجهين: خسائرهم في المناطق التي كانوا فيها أو دخلوا إليها، وثانيا حجم الخسائر البشرية وفي العتاد التي يتكبدونها، لأن المعركة في حما قادها الجيش العربي السوري تحت استراتيجيتين أو عنوانين. العنوان الأول هو الأساس، وهو عملية التطهير للأرض، والعنوان الثاني هي عملية التعهد الناري والإنهاك والشل المتوالي للمجموعات المسلحة بشكل أدى تيتها وحرمانها من أي قدرة على التحشيد أو أي تفكير بعملية هجومية مريحة. نعم سيادة عميد، تفضل بالبقاء معي. مشاهدين الكرام، اسمحوا لي أن أرحب بضيفي الكريم الدكتور أحمد
الحاج علي الإعلامي والكاتب الباحث السياسي. حياك الله دكتور أحمد. أهلا وسهلا. أهلا بك. بما أننا نتحدث دكتور عن الواقع الميداني اليوم، ودائما عندما نلتقي نقول بأن الواقع الميداني ينعكس بصورة أو بأخرى على المشهد السياسي، ولكن أريد أن أبقى في إطار الجغرافيا السورية. اليوم الجمهورية العربية السورية أكدت عبر الخارجية بأنها مستعدة بشكل تام لتأمين سلامة خروج الراغبين من شرق حلب وتوفير متطلبات العيش الكريم لهم، وهذه المعابر مجهزة والاستعدادات على أتمها اليوم في مدينة حلب، ولكن الخروج هو بأعداد قليلة جدا كان قبل فترة، ولكن لا شيء يتغير حتى الساعة. لماذا ترفض الولايات المتحدة الأمريكية وتولي وتأمر اليوم هذه التنظيمات الإرهابية داخل الأحياء الشرقية بعدم الانصياع لما تريده اليوم الدولة السورية، وخاصة أنه صناعة سورية سورية بامتياز؟ أولا التحية لك ولمحطتكم، وأحيي الدكتور أمين الذي عرفته من خلال الصوت، والأذن تعشق قبل العين أحيانا، بارك الله فيه دائما. أعود إلى السؤال الأساسي، وهو أن هذه اللحظة تشهد صراعا تدرج حتى وصل إلى صراع المسلمات التي تشكل قاعدة الحل والسلام مع تلك القوى التي انكشفت على مداها وفي عمقها وفي حقائقها. فالصراع الآن إذن هنا الآن في منتهى وفي وضوحه الكامل، لذلك لن توافق أمريكا على أي خطوة من شأنها أن تقدم سوريا ومن هو مع سوريا على أساس أنهم يمهدون ويقدمون كل ما يلزم من خطوات لتأمين سلامة البشر ولتمهيد الوصول إلى خطوة أكثر عمقا لربما نصل إلى حالة من الحوار. الولايات المتحدة الأمريكية الآن انتقلت من حالة الانكشاف إلى حالة السعار. يعني لم نكن نتوقع أن دولة بهذا الحجم وبهذا المشوار الطويل من المباحثات ومن التوافقات التي لم تصل إلى حد اتفاقات، لم نكن نتوقع من أن تكون بهذا الشكل المسعور، بمعنى أنها ترفض كل شيء وتهدد الآخرين وتحطم وتدمر أي خطوة نحو الحل الذي ينشده الجميع. ومن هنا ظهرت بشكل واضح مسألتان هامتان: أولا علاقة واشنطن بالإرهاب، بالقوى الإرهابية، خاصة القوى الإرهابية المنصوص عليها بالإدانة، ولا سيما داعش وجبهة النصرة والملحقات الأخرى. ظهرت هذه الحقيقة. كان الكثير يتوقعون بأن الإعلام السوري ولربما بعض الإعلام العالمي يحاول أن يعني يزود في الأمور أو أنه على الظن. حقيقة الآن ظهرت المسألة على حقيقتها. هذا الإرهاب ينتمي لأمريكا، وأمريكا ترى نفسها في هذا الإرهاب. والحقيقة الثانية التي ظهرت من خلال السلوك الأمريكي هي أنهم مصابون بنوع من الهلع الآن في عملية أن يتغير العالم من القطبية أحادية الجانب إلى القطبية المتعددة، وهم يرون الدور السوري الراسخ والثابت والمتطور والأخلاقي الذي لا يرفض الآخر ولا يلغيه ولا يقصيه، وإنما يعطيه المدى لكي يصل الجميع إلى حالة من العالم متعدد الأقطاب. نعم. يوفر على العالم الكثير من الدماء ويحل الكثير من المشاكل. الآن أمريكا على حقيقتها سواء كان في سوريا أو في اليمن أو في العراق أو في أي مكان آخر. طيب أعود إلى سيادة العميد أمين حطيط، لو سمحت لي، عندما دار الحديث قبل فترة عن طريق الكاستيلو وكان هناك مقترح من الروسي للولايات المتحدة الأمريكية بأنها سيقوم الجيش العربي السوري بالتراجع من هذه النقطة وأوعزوا للتنظيمات الإرهابية من أجل دخول المساعدات الإنسانية إلى هذه النقطة، ولكن لم تفي بوعودها الولايات المتحدة الأمريكية لعدم قدرتها، كما كانت هذه تحليلات بعض المحللين السياسيين، عدم قدرتها بالضغط على هذه التنظيمات الإرهابية. أهمية طريق الكاستيلو اليوم هل هو بنفس الأهمية عندما كان تحت سيطرة التنظيمات الإرهابية، خاصة أن دائرة اليوم الصراع ودائرة تطويق أو تطوير اليوم القوة العسكرية في محيط هذه المنطقة أصبح كبير جدا؟ أولا تصويبا لبعض المسائل قبل أن أجيب على أهمية الكاستيلو الآن، لا ينبغي أن نقع في الفخ الذي يريد البعض زجنا فيه أو إيقاعنا فيه، أن أمريكا لم تستطع
أن تأمر أو لم تستطع أن تنفذ. لا، هذا غير صحيح. أمريكا عندما دخلت في التفاهم مع روسيا دخلت وهي تضمر الخديعة، هي تضمر الخديعة، ولذلك لم يكن بذهن الأمريكي عند توقيع الاتفاق أن تتخلى عن جبهة النصرة أو أن تتخلى عن الإرهابيين. فالإرهابيون هم عماد سياستها واستراتيجيتها ولا يمكن أن تتخلى عنهم. هي أرادت أن تخدع، لكن معسكر الدفاع عن سوريا فهم الخطة الأمريكية ورد الكيد إلى نحر أصحابه وجعلهم يندمون على ما كانوا يظنون. ولهذا السبب نحن نعلم جيدا أن القوات العسكرية السورية عندما تحركت في محيط الكاستيلو لبضعة مئات من الأمتار من أجل الاختبار وجس النبض كانت في وضع يمكنها من العودة السريعة إليه فيما لو وقعت الخديعة. وبالفعل ما أن تحركت القوى الإرهابية لتمسك بالمعبر حتى ارتد الكيد إلى نحر أصحابه وعادت القوى لتمسك بمعبر الكاستيلو. فبالتالي هذه نقطة أساسية ينبغي أن نراقبها في هذا الشأن. أما بالنسبة للمعبر بحد ذاته، معبر الكاستيلو بالنسبة للإرهابيين والمسلحين في شرق حلب هو الشريان الرئيسي، يعني الشريان الأظهر الذي يربط هذه المنطقة المغتصب أمنها من قبل المسلحين والإرهابيين في شرق حلب بتركيا. وبالتالي كان الإرهابيون يتقبلون فكرة أي قطع لأي محور ولأي اتجاه يربطهم بالخارج باستثناء معبر الكاستيلو، لأن الكاستيلو هو الشريان الحيوي الذي يمدهم بالحياة، وليست الحياة فقط المستندة إلى المسائل العسكرية. فمن معبر الكاستيلو كانت الصناعات المحلية التي كانوا يديرونها كانوا يصدرونها إلى تركيا عبر الكاستيلو. فالكاستيلو هو شريان ذهاب وإياب، دخولا وخروج. ولذلك عندما أمسك الجيش العربي السوري بهذا المعبر خنقهم. ولذلك لاحظ لو عدنا إلى ردة فعل الغرب كيف تطورت، ما أن قطع معبر الكاستيلو حتى بدأت المعركة التهوير والعوير والحرب النفسية والتباكي على الإنسان في حلب، لأنهم علموا جيدا أن قطع شريان الكاستيلو يعني دفع المجموعات الإرهابية إلى مأزق يقودها إلى الانتهاء في معركة حلب. ولذلك الآن لو لم يكن شريان الكاستيلو قد أمسك بشكل محكم لما كان الجيش العربي السوري كما ذكرت قبل قليل قد انتقل إلى مرحلة الهجوم الكاسح المريح والمسيطر كليا على الميدان. لذلك أنا أقول أن معبر الكاستيلو كان مهما جدا وأساسيا جدا في معركة حلب. وكان اختيار القيادة لمعبر الكاستيلو ليكون النقطة الأخيرة التي منها تبدأ معركة تحرير الأحياء الشرقية كان اختيارا استراتيجيا وعملياتيا في محله وموفقا إلى حد كبير. نعم سيادة العميد أمين حطيط الخبير العسكري والاستراتيجي كنت معي عبر الهاتف من بيروت، شكرا جزيلا لك. دكتور أحمد الحاج علي ومشاهدينا تفضلوا بالبقاء معنا لنتابع هذه المادة. الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يدعو إلى ضرورة الانتقال بشكل سريع إلى الحل والتسوية السياسية للأزمة في سوريا، نتابع هذا التقرير. الانتقال بشكل سريع إلى الحل والتسوية السياسية للأزمة في سوريا بات أمرا ضروريا، هذا ما أكد عليه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس النظام التركي رجب طيب أردوغان، حيث دعا بوتين كل من يرغب بالسلام إلى مساندة هذا الاقتراح. قدمت روسيا اقتراحا للجانب الأمريكي للعمل على سحب قوات الجيش السوري والمجموعات المسلحة عن طريق الكاستيلو، لكن الأمريكيين يرفضون القيام بذلك، إما لأنهم لا يستطيعون القيام بذلك أو أن هناك أسبابا أخرى لرفضهم. بوتين لفت أيضا إلى توصل لاتفاق على العمل بمقترح المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى سوريا ستيفن دي ميستورا بشأن إخراج إرهابيي تنظيم جبهة النصرة من شرق حلب
معربا عن أمله في أن يكون إيصال المساعدات الإنسانية إلى حلب أحد مواضيع المحادثات التي من المفترض أن تجري السبت المقبل في سويسرا. على صعيد متصل، أكد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف استعداد روسيا للتعاون مع الولايات المتحدة بشأن تسوية الأزمة في سوريا، مشيرا إلى أن مسألة استئناف التعاون الروسي الأمريكي حول سوريا أمر متروك لواشنطن التي فشلت سابقا بتنفيذ تعهداتها حول وقف الأعمال القتالية ومكافحة الإرهاب بشكل جدي بسبب فصلها من تسميهم بالمعارضة المعتدلة عن إرهابيي جبهة النصرة. تصريحات المسؤولين الروس جاءت بالتزامن مع تأكيد وزارة الدفاع الروسية أنه على الولايات المتحدة الإدراك بأنه لا يمكن هزيمة الإرهاب الدولي من دون روسيا، وأن موسكو مستعدة للعمل مع واشنطن والدول الغربية الأخرى لتسوية الأزمة في سوريا. مشاهدينا حياكم الله من جديد لمناقشة هذا المحور. أرحب مجددا بضيفي الكريم الدكتور أحمد الحاج علي الإعلامي الكاتب والباحث السياسي، وأيضا اسمحوا لي أن أرحب بضيفي الكريم انضم إلينا من القاهرة الأستاذ نبيل رشوان الخبير في الشؤون الروسية من القاهرة. حياك الله أستاذ نبيل. أهلا وسهلا. ومثل ما عرفنا وقتك شوي ضيق مرتبط بمواعيد، استمحك عذرا دكتور أحمد. نعم، أبدأ معك أستاذ نبيل. اليوم الدعوات المستمرة من قبل روسيا اليوم لإعادة فتح الأقنية الدبلوماسية بينها وبين الولايات المتحدة الأمريكية هي مستمرة، وكلما وصل الاتفاق إلى نهايته يكون هناك ضربة قاسمة من قبل واشنطن تعيد هذا الاتفاق إلى بدايته. على ماذا تعول اليوم الدبلوماسية الروسية من هذا الصبر الذي طال انتظاره للوصول إلى اتفاق مع واشنطن؟ أتصور أن الدبلوماسية الروسية ستسير في هذا الطريق إلى آخر مدى لسبب بسيط جدا، وهو أن روسيا ترغب في حل سياسي لأنها تدرك تماما أن الحكم العسكري على الأرض من الصعوبة بمكان، وبالتالي هي ستسعى بالدرجة الأولى للوصول إلى اتفاق دبلوماسي أو سياسي مع الولايات المتحدة خلال يعني حول حلفائها في على الأرض وما تسميه هي المعارضة المعتدلة اللي هي سمة السلاح. أنا لا أدري ما يعني أي معارضة بالمشروعات المقاتلين وضعت انفطار وقتل قطع رقاب يعني. وأنا أتصور المتحدة لا تريد نعم. فاعتقادي مع ذلك روسيا ستسير في هذه المسألة إلى آخر مدى، بل بتسعى روسيا في الوقت الحالي لإجراء مصالحات برضو داخل في مناطق مختلفة، وده شيء جيد يعني بتوسع من دائرة المواقف، كما أن حسب مع معركة حلب الذي أوشك على أن يحسمه الجيش العربي السوري، طبعا بلا شك ده هذا سيكون في صالح أي اتفاق أو أي مفاوضات ستجري في المستقبل، لأنه سيجعل من يسيطر على حلب له اليد العليا والطولة في أي مفاوضات قادمة. طيب ابقى معي أستاذ نبيل لو سمحت لي، أعود إليك دكتور أحمد ومرة أخرى آسف للإطالة. اليوم عندما نتحدث دائما عن هذا الكباش السياسي بين روسيا وبين الولايات المتحدة الأمريكية وصل إلى ذروته، ولكن هناك تصريحات اليوم لا يمكن أن نقول فقط بأنها تعتبر كبروبيغندا إعلامية من قبل واشنطن لجس نبض الروسي اليوم كيف سيتصرف. التصريحات الأخيرة كانت بضرب بعض المواقع العسكرية السورية، وردت روسيا وقالت بأنها هذا يعتبر جنون إلى حد ما، وأن أنها سوف تكون حاضرة لأنها تهديد لبعض خبرائها المتواجدين اليوم على الأرض السورية. ولكن آخر التصريحات اليوم ما أعلنته الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية أن واشنطن تسعى من خلال نشر الدرع الصاروخية للحصول على إمكانية توجيه ضربات نووية من عقاب، والمتوقع أن تكون روسيا أو الصين. كيف تنظر إلى هذه التصريحات النارية؟ نعم السؤال لي. نعم دكتور أحمد. نعم يلا إذن مهما تطور النقاش لابد من العودة إلى النقطة الأساس التي وردت على لسان العميد أمين حبيب، وهي أن الولايات المتحدة الأمريكية غير راغبة وليست غير قادرة على أن تلجم القوى الإرهابية أو أن تنسجم وتنضوي مع الحل السياسي على الأقل في عناوينه الكبرى.
هذه مسألة حيوية. ولذلك نلاحظ كل ما يتصل بهذا المعنى وما يؤدي إلى أن يكون هناك توجه قريب على الأقل من قضية الحوار السياسي وأن يكون هناك أطراف أخرى مشتركة في هذا الحل سرعان ما تعترض عليه الولايات المتحدة الأمريكية. ومن هنا نرى بأن الإجراءات الروسية استباقية، بمعنى اتجهت نحو الإجراءات العسكرية حتى لا يظن الطرف الآخر الغربي بصورة عامة، يعني بمعنى الأمريكي والأوروبي، بأن المسألة فراغ وأنها مستباحة على قدر ما يريدون، بأن هذه المسألة إذن يجب أن تسد هذه الثغرة لتبقى العملية كلها في إطار مضمونها الحقيقي ومسارها الحقيقي، بمعنى هناك قوى إرهابية ويجب أن تكون كافة الاستفافات وكافة المواقف حول قضية التخلص من هذا الإرهاب، وفيما عدا ذلك فإنه عبارة عن مراوغة وتضييع الوقت. ولذلك نجد أن النمط الروسي فيه سياسة وأخلاق ومبادئ، النمط الأمريكي فيه مناورة وفيه اصطياد بالماء العكر وفيه يعني انسحاب من أي موقف يمكن أن يقدم ولو بصورة أولية لأي تفاهم أو علاقة عادية مع جميع الأطراف. أستاذ نبيل، أعود إليك بما تفضل به دكتور أحمد وأيضا ما ذكره آخر ما قاله الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يقول نرحب بالعودة للأقنية الدبلوماسية، وخاصة هناك موعد مرتقب يوم السبت القادم في سويسرا، وقال نأمل أن يعود الحديث عن الإيصال المساعدات الإنسانية بشكل حقيقي، هذا من جانب، والعمل بمقترح ديمستورا الأخير بخروج الإرهابيين خاصة من تنظيم جبهة النصرة من الأحياء الشرقية من مدينة حلب. برأي إذا كانت روسيا الذي تعودنا عليها دائما أن تكون جادة فيما تقول، ماذا عن الجانب الأمريكي؟ الجانب الأمريكي يريد إطالة أمد هذه الحرب. الجانب الأمريكي كما قلت قبل ذلك وكررت كثيرا، الجانب الأمريكي لا يريد يتبع سيرة الأرض المحروقة في الشرق الأوسط، وهو سيغادر. يعني الأمريكان حاليا ليس لهم لا ناقة ولا جمل في الشرق الأوسط، ولكنهم يتبعون سياسة الأرض المحروقة حتى لا يكون لروسيا أو للصين أو لأي قوة أخرى رجل أو موطئ قدم في هذه المنطقة، ويريد أن يترك المنطقة مستعمرة. وحتى الولايات المتحدة إذا تخلت تماما عن النزاع سوريا ستستمر في إمداد هذه العصابات المسلحة بأسلحة لطالب هذه الحرب في سوريا أو في اليمن وفي غيرها من المناطق، لأنهم كما قلت هم يعني هم من الشرق الأوسط شيئين أساسيين هو النفط وأمن إسرائيل. أمن إسرائيل تقريبا مضمون من خلال اتفاقيات سلام مع الأردن ومع مصر، وطبعا وإنهاك القوى العربية خاصة الجيش العربي السوري في هذا النزاع الداخلي، والعراق كما نرى أيضا مشكلة. وبالنسبة للنفط، الولايات المتحدة صدرت نفط في العام الماضي عام 2015، وبالتالي لم تعد هذه المنطقة تعنيها كثيرا، وتريد أن تتركها وتذهب إلى جنوب شرق آسيا حيث الصين القوة الصاعدة للسيطرة على الموقف هناك، ولكنها لا تريد أن تترك المنطقة في أمن وسلام لكي لا يحل كما حلت هي في السابق محل إنجلترا وفرنسا في المنطقة، لا تريد أن تترك المنطقة ليحل محلها الصين وروسيا. ربما بعض الاتحاد الأوروبي. طيب أستاذ نبيل، سؤالي الأخير، إطالة أمد هذه الحرب بقدر المستطاع. دكتور نبيل، سؤالي الأخير لك، اليوم من المعروف كانت بداية هذه المؤامرة على منطقة الشرق الأوسط هو إرهاق للجيوش العربية وعلى رأسها الجيش السوري والجيش المصري وأيضا العراقي، وأيضا مصر تعرضت للإرهاب من قبل تنظيم داعش الإرهابي في سيناء، وأدوات الإرهاب اليوم في المنطقة معروفة، السعودي القطري وأيضا تركيا والأردن إلى حد كبير. اليوم على خلفية تصويت مصر لصالح مشروع القرار الروسي في مجلس الأمن حول سوريا، قام النظام السعودي بإيقاف إمداد مصر بالمنتجات النفطية، ما انعكاس هذا القرار على الدولة المصرية؟ هو بلا شك، أنا كنت تحدثت في حديث سابق تحديدا لمحطتكم التلفزيونية وقلت هذا الكلام، قلت أن مصر لا يمكن أن تنجر إلى هذا المستنقع الذي هذه المؤامرة التي تقوم بها السعودية وغيرها. وقلت أن الموقف المصري، لأني
الجيش العربي الجيش الاول يعني لمصر هو الجيش العربي السوري موجود في سوريا. وبعدين الارتباط التاريخي والاستراتيجي هقول لك ايه، يعني انا ما اقدرش اعدد لك العلاقات المصريه السوريه. ولذلك انا شايف حتى الموقف المصري في مجلس الامن هو موقف طبيعي للغايه، يعني انا لا ارى فيه جديد. وانا كنت اتصور ان الرئيس السيسي سيتصرف على هذا النحو، وهذا قطع الامدادات البترول، احنا امدادات البترول لم نكن ناخذها كنا ناخذها نعم بالاجل، ولكننا كنا ندفع ثمنها. ولذلك انا اقول ان هذا لن يتاثر، ونحن نستطيع شراء المنتجات البتروليه من دول اخرى. مصر ليست عاجزه وليست يعني معدومه الاصدقاء في العالم. ولذلك انا لا اتصور ان هذا سوف يكون له تاثير كبير على السوق الداخلي في مصر، ونحن حاليا في القاهره لم نشر حتى بهذا القرار حتى الان. نعم، الدكتور نبيل رشوان الخبير في الشؤون الروسية كنت معي عبر الهاتف من القاهرة، شكرا لك على هذه الإيضاحات القيمة، وتحية لك وللشعب المصري شعبا وجيشا وقيادة. أعود إليك دكتور أحمد الحاج علي، مما انتهى به الدكتور نبيل بأن قام النظام السعودي بإيقاف إمداد مصر بالمنتجات النفطية، وهذا القرار المشحب بحق الدولة المصرية، وخاصة نتيجة وردا على تصويت مصر لقرار مشروع الروسي في مجلس الأمن الدولي حول حل الأزمة في سوريا، أهمية أن تبقى سوريا ومصر بوتقة واحدة في وجه هذه التنظيمات الإرهابية، وهذا التاريخ المشترك الذي لا يمكن أن ينسى أبدا. نعم، حول هذا الموضوع يعلم الجميع الآن من خلال الواقع والسلوك الذي تبديه نظام آل سعود، بأن آل سعود يعتمدون على نظرية البيع والشراء، بمعنى يتصورون بأنه يمكن شراء الأفراد، ويمكن بناء منظمات إرهابية بشراء مجموعات، ويمكن أيضا شراء أنظمة ودول، هكذا تصوروا، بأن ذلك سوف يكون طريقهم إلى أن ينجزوا حصتهم أو دورهم المزعوم والموهوم في إطار التغييرات التي يجب أن تحدث في المنطقة. الآن هنا بدأت تصطدم الحقائق مع بعضها البعض. نظام عابر يقوم على التجارة وعلى الارتباط بالأجنبي وعلى التفريط بالثروة وعلى تجاهل المقدسات وسواها، يعتمد على الذبح والقتل والتدمير، ونظام تاريخي مهما كان، هناك واقع موضوعي صحيح في مصر، وهناك ارتباطات وهناك معاهدات، ولكن ذلك لم يغير في حقيقة مصر، مصر الشعب ومصر التاريخ ومصر الوطن. وأعجبتني هذه الإشارة من دكتور نبيل، نحن حتى الآن يقال عن الجيش السوري في المراسلات المصرية أنه الجيش الأول منذ قيام الجمهورية العربية المتحدة. لا يمكن لهذا الأمر أن يدخل في هذا الإطار. ولذلك حينما أحست القيادة المصرية بأن هناك مساومة، أرادت أن تطلق مثل هذا المحور لتؤدي رسالة موجهة للسعودية أولا ولغيرها، إذا كنتم تظنون بأننا قد تنازلنا وقد ألغينا ذاكرتنا وألغينا خطنا التاريخي وألغينا كل عقائدنا وصلاتنا خاصة مع سوريا، مع الجمهورية العربية المتحدة التي لن تنتهي نهائيا رغم أنها بصورة رسمية قد انتهت. هذا الأمر نعم هو الذي أدى إلى هذا القرار، وهذا القرار السعودي، ولذلك سيكون رد الفعل عليه تماما كما يريد الشعب المصري والنظام السياسي المصري الآن في خطواته العملية والإيجابية والمؤثرة هذه الأيام. نعم دكتور أحمد، بين عجز واشنطن عن عدم الوفاء بالتزاماتها فيما يتعلق بفصل ما تسميهم بمعارضة معتدلة بين هلالين عن باقي التنظيمات الإرهابية، شهدنا في الفترة الأخيرة بأن من كانت ترعاهم وتسميهم بمعارضة معتدلة، إن كان من حركة نور الدين الزنكي وجند الأقصى، اليوم جند الأقصى بايع تنظيم جبهة النصرة، إذا لم يعد كمعارضة معتدلة كما تسميهم واشنطن. وبين هذا الإصرار من قبل واشنطن وبين إصرار اليوم الحكومة الروسية على الاستمرار عبر الأغنية الدبلوماسية للوصول إلى حل الأزمة السورية، كان التصريح الأخير لنائب وزير الدفاع الروسي أناتولي أنتونوف يقول بأن قرار واشنطن تعليق تعاونها مع موسكو حول سوريا أنه انتصار بطعم الهزيمة، وكل ما تقوم به واشنطن لا يصب إلا في مصلحة الإرهابيين. ما الذي سوف يتغير يوم السبت المقبل من خلال اللقاء الروسي الأمريكي؟ لن
لم يتغير شيء ولن يتغير شيء، لأن هذه القصة مرتبطة بطبيعة ودور واستراتيجية الولايات المتحدة الأمريكية. تلاحظ هذا التناقض بين محورين، محور يمهد ويذهب باتجاه الآخر، يمد اليد رغم وجود العقبات ورغم وجود الصدمات لأمريكا كما ورد على لسان الرئيس بوتين وكما ورد أيضا على لسان نائب وزير الدفاع، ومحور آخر أمريكي يقوم سلفا على الاستهانة وعلى التطويح وعلى إدارة الظهر وإلى مرحلة التهديد والصلف. كل ذلك الآن هو في التداول، الآن القصة في الذروة، سواء كان عسكريا على الأرض أو سياسيا في مستوى العلاقات بين الدول، ولا سيما الدولتين الأعظم روسيا الاتحادية والولايات المتحدة الأمريكية. من هنا فإننا نرى بأن هذه دعوة أخلاقية، دعوة عملية من روسيا الاتحادية، ولكن الاستجابة لن تكون موجودة هناك على الطرف الآخر، لأن الذي أنشأ الإرهاب وغذاه منذ سنوات طويلة لا يمكن أن يتجه باتجاه الفصل وباتجاه التمايز بين فصيل وآخر. هذه أدوار موزعة، طيب. وهذه أدوات كالشطرنج يستخدمها عند الضرورة في هذا المنحة أو ذلك. طيب دكتور أحمد، لو سمحت لي، إذا كانت روسيا تعي تماما عدم جدية واشنطن فيما يتعلق بوصول هذا الملف إلى بر الأمان، على ماذا تعول؟ لأن واشنطن التحليلات تقول أنها تريد ترحيل هذا الملف إلى الإدارة الجديدة، وتناقشنا كثيرا مع بعض المحللين، ما الفائدة من إيصال هذا الملف إلى الإدارة الجديدة إذا كانت اليوم المنشيط العريض لهذه الإدارة القادمة إلى البيت الأبيض هي التي عبر مواقع ويكيليكس تم تسريبات كثيرة لهم بتواطؤهم وتغذيتهم للتنظيمات الإرهابية، ودعم اليوم السعودي والنظام السعودي توجيهه لدعم هذه التنظيمات اليوم على الأرض داخل الأراضي السورية. ما الفائدة اليوم من الانتظار؟ أتحدث عن الجانب الروسي، على ماذا يعول؟ تلاحظ أستاذ عبدو هذا التماثل إلى حد التماهي بين القواعد التي يطلقها النظام السياسي في سوريا ويطلقها النظام السياسي في روسيا. أولا، هذه تعبير عن حالة ذاتية، عن قيم مستقرة، عن رغبة وعن توجه عملي بأننا لسنا مع الحرب، وبأننا نتمنى أن تنتهي هذه القصة وأن نذهب باتجاه السلام الذي يحقق مصلحة الجميع. هذه قضية لا يدركها إلا الذين لديهم قيم أصلا. أمريكا لديها براءة ولديها وقائع ولديها استثمار في كل أزمة كما حدث في كل تاريخها المعاصر. روسيا الاتحادية كما سوريا لديها مبادئ، ولذلك تلاحظ النمط السوري يقوم على أساس الاستيعاب وعلى أساس عدم إغلاق الأبواب وعلى أساس عدم إقصاء الآخر. كذلك روسيا الاتحادية، هذه مسألة سوف تجد ارتكاساتها وتأثيراتها على المستوى العالمي، قد لا يكون في مستوى السياسات الرسمية هذا التأثير، ولكن في مستوى النخب وفي مستوى مراكز الدراسات وفي مستوى الرأي العام وفي مستوى الأدباء والمفكرين وكل هؤلاء الذين يتابعون ويراقبون. إن الولايات المتحدة الأمريكية لا تدرك ولا تعطي أهمية لمثل هذا النسق، ولذلك أيضا هناك بعد ثالث، وهو أن الذي يفتح الأفق ويبتعد عن التعصب هو قوي دائما. الذي يغلق والذي يتوارى والذي يذهب باتجاه التشنج والذي يتعصب ويتطرف هو ضعيف. هذه قضية واضحة. من هنا نجد بأن هناك راحة كبيرة عند الكثيرين بأن روسيا الاتحادية الآن تثبت أنها دولة عظمى من خلال طرحها لمسائل تهم السلم العالمي وتتصل مباشرة بحل الأزمة المعقدة والمركبة في هذه المنطقة، بينما أمريكا تظهر أنها تحت مجهر النقد لأنها لا تجيد سوى الأعمال النابية وأنها لا تجيد سوى مسألة الانسحاب وفي مسألة إطلاق أشياء لا علاقة لها بحل الأزمة. كل ذلك في إطار أننا ذاهبون باتجاه أن تحدث تناقضات كاملة في التمايز بين روسيا الاتحادية كدولة عظمى وبين الولايات المتحدة الأمريكية كدولة عظمى. إنها استعير هنا قول الرئيس يعني حافظ الأسد رحمه الله، كان يقول رحمه الله: دولة عظمى أمريكا ولكنها تمارس سياسات صغرى، والصغير دائما يلوذ بالتشنج ويلوذ بالجزئيات ويحاول أن يعطل لأن دوره يقع هناك. أما إذا أردت أن تبحث عن جوهره فجوهره قائم بكل ما يؤذي البشرية، سواء كان استعمار قديم
كما حدث في فيتنام وفي كوريا، أو هذه العلاقة مع إسرائيل ومع الصهيونية العالمية، أو الآن في إطار هذه العلاقة العضوية والبنيوية مع القوى الإرهابية جميعها. طيب، مع برنامج أولويات في هذه العلاقة. دكتور أحمد، سريعا لو سمحت لي، بقي لي معي دقيقتين، عم خبرونا الشباب بالكنترول. طيب، هناك كان خبر بأن الكرملين يقول بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ألغى زيارته المقررة في 19 من هذا الشهر إلى باريس، هل لهذا دلالات؟ طبعا هذه دلالات، لأن مع الأسف أن القيادات الفرنسية الراهنة، وهي يعني غريبة عجيبة في ضعفها وفي انهيارها، لقد انتهى ذلك الجيل من الكبار الفرنسيين منذ زمن طويل، حتى جاء ساركوزي وجاء هولاند، هذا الآن يريد أن يقدم نفسه على أنه تابع طف الذي يتبع هذا، كما في المسرحية الخليجية الذي يتبع سيده والذي يتبع صاحب الأمر والنهي عنده. ولذلك وجدنا بأن المشروع قدم عن القناة الفرنسية، وأن زيارة هولندا إلى موسكو كانت يعني زيارة شاذة، بمعنى لم يأتي بمشروع، وإنما جاء ليقول عليكم أن تضيفوا التحسينات وعليكم أن تتهاودوا، كأن المسألة هي بيع وشراء. ونعرف تماما بأن النظام الفرنسي برموزه، ولا سيما هذا الرئيس والهلمة كلها تبعه، إنما هم الآن مشترون تماما بالمال الحرام السعودي، وهذا الأمر واضح تماما. من هنا نرى أنهم مقابل هذا المال ومقابل هذا الخروج عن مسألة مصير العالم، إنما يتبعون هذا السلوك. من هنا كان لابد من الرد بأنه لسنا بحاجة إلى مثل هذه الزيارة، أقصد ما صدر عن بوتين، إذا كان الأمر يتصل بأن تبقوا في إطار ما أنتم فيه من استهانة ومن تجارة وبيع في قضية الإرهاب في هذه المنطقة. أستاذي الكريم الدكتور أحمد الحاج علي، الباحث الإعلامي والسياسي، كنت معي عبر الهاتف من دمشق، شكرا جزيلا لك. مشاهدينا الأكارم، وصلنا إلى نهاية هذه التغطية الخاصة عبر هوا الإخبارية السورية، أفردنا في ملفات حول التطورات الميدانية، إن كان في مدينة حلب ومحيطها، وأيضا في مدينة حماة، وآخر التطورات السياسية، تصريحات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، واللقاء المرتقب بيوم السبت القادم في سويسرا، وآخر التطورات التي من المتوقع أن ترخي بظلالها اليوم على الأروقة الدبلوماسية وتنعكس على الأرض بما يجري في سوريا. مشاهدينا الأكارم، الرحمة لشهدائنا الذين ارتقوا إلى عالي عليين، وتضرع بالشفاء العاجل لجرحانا، وكل التحية لحماة الأرض والعرض رجال الجيش العربي السوري، أنتم الشرفاء. هذه تحيات الفريق العامل، ومني أنا عبد الزمام، دمتم بأمل، إلى اللقاء.